الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بطل كل الأبطال، بطل هذه الدورة الرابعة لنصف الماراثون المدينة الجديدة، العريس الجواد. يتفضل السيد عامل عمل تكريم الجديدة بتتويج بطل هذه الدورة. ونستغل الفرصة للتقدم بالشكر الجزيل للسيد العامل وكل مكونات عمالة إقليم الجديدة على الدعم والمساعدة. ونلتقي الصورة التذكارية للفائزين أسر. بسم الله الرحمن الرحيم. جواد العريس، بالنسبة للسباق كانت أجواء جيدة بصراحة. أول مرة كنت لعب هذا السومي ماراثون انترناسيونال الجديدة، مي الحمد لله الاورغانيزاسيون مزيانه بزاف وعجبتني الحال، وكانت منافسه قويه من طرف العدائين المغاربه الممتازين، والحمد لله كنهدي هذا الفوز هذا للشعب المغربي بصفه عامه والجمهور الجديدي الرائع بصفه خاصه. جمعيه مازاكا، هذه اول مشاركه بالنسبه لي في سمي ماراثون انترناسيونال الجديد. وان شاء الله انا كنحضر لمسافه الماراثون الحمد لله في الشهور المقبله ان شاء الله وبحوله. ومن بعد الاصابه ديالي تغيبت عن المشاركه هذه مده سنه، والحمد لله هذه من اولى المسابقات ليا، والحمد لله الحمد لله الذي اعانني على الفوز بهذا المنافسه. لا كانت منافسه جيده حتى الامطار الاخيره من العدائين المغاربه الممتازين، كنشكرهم من هذا المنبر هذا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.